اهلا بكم، اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج سعادتك معانا. سعدنا انا ارحب بزميلتي الاعلاميه الاستاذه ايناس احمد، ويشرف برنامج سعادتك معانا وجودها معانا النهارده. اهلا بك يا استاذ، نورت البرنامج ونورتيه. نور ابراهيم، انا ومعانا مداخله تليفونيه، بنعتذر لضيوفنا لحادث على الطريق، ومعانا مداخله تليفونيه من حزب فتاه مصر. لسه بتجهز. نتكلم. والله حصل ظروف لدكتور شعبان، هنتكلم النهارده عن دور الاحزاب في مصر وحزب مصر الفتاه الجديد، وضيوفه في الطريق ان شاء الله، والمداخله مع الدكتور صفاء رئيس قناه الصحف العربي، وان شاء الله هم في الطريق ان شاء الله. المداخلة. ممكن ناخد فاصل نهار. ومعانا مداخلة تليفونية، دكتورة صفاء علام. الو دكتورة صفاء. يا فندم مساء الخير. يا فندم مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. كنا عايزين نعرف من حضرتك النهارده حزب الفتاة مصر الجديد ده يعني ايه؟ نتكلم عن ايه يعني الحزب ده؟ حزب مصر الفتاة، احنا بصي احنا هنتكلم من الوجهة الإعلامية أو الجانب الإعلامي اللي انتشر عن حزب مصر الفتاة، مش هنناقش الجانب السياسي. تمام. لأن ده مش الجزئية بتاعتنا، احنا بما إننا كنا موجودين في أول انتخابات سياسية تحدث للأحزاب للعام 2021. تمام. فهنتكلم من واقع الأمر ده الفعلي اللي كنا موجودين على أرض الواقع. هو حزب عريق، يعني الحزب لو بصينا لبدايته كان في البداية جمعية وطنية. تم إنشاءها سنة 1929، وكان رئيس الجمعية دي الأستاذ أحمد حسين. بتطور الأحداث بدأ تحويل الحزب ده، الجمعيه دي عفوا، الى حزب. وكان حزب ليه قوه كبيره جدا، يعني كان، انا عايزه اقول لحضرتك ان الزعيم جمال عبد الناصر رحمه الله عليه كان احد اعضاء الحزب، والزعيم انور السادات فكان فعلا حزب ليه قوه ايامها، وكان ليه جانب اعلامي شامل، كان عنده جريده خاصه بيه بتكتب عن كل حاجه خاصه باحداثه وتغطياته، اي حاجه بتحدث في الوطن بيناقشها. كان في جريده اسمها الصرخه، الصرخة دي كانت منبثقة من حزب مصر الفتاة. لما تم الحزب إنشاؤه، وتم إن احنا دلوقتي بدأوا ياخدوا جانب كبير وصفاً، بدأ فيه أعين كتير تتجه للحزب، وده للأسف أثر إن كان فيه دروبات مر بيها الحزب، بس طيب. الحمد لله نحمد ربنا إن هو حالياً لوضعه ولثقله. والانتخابات اللي حصلت كانت انتخابات رائعه، لجنه انتخابيه رائعه في قمه العداله برئاسه الدكتوره غاده مبارك، نشهد لها، واحنا كنا حاضرين فعلا. احنا كنا حاضرين مع حضرتك دكتوره صفاء، بالفعل فرز الاصوات بطريقه عادله جدا، وكان رئيس الحزب المنتخب كان الاستاذ اسامه كامل. ايوه. والامين العام الدكتور شعبان ابو نيمة. ايوه ابو نيمة. والاستاذ شريف لطفي. شريف لطفي، الاستاذ شريف لطفي امين عام الحزب. فبصراحه الحزب يستحق ان هو ياخد مساحه سياسيه دلوقتي، لازم يظهر، لازم الاعلام يسنده. انا سعيده ان انتم النهارده عاملين لي وجود على الساحه الاعلاميه، لان هو اتظلم في السنوات اللي فاتت، ما كانش ليه الحق اللي واخده او الحجم المناسب ليه ان هو يبقى ظاهر على الساحه، للدروبات اللي حصلت فيه او للتغيرات اللي حصلت فيه. بس احنا نحمد ربنا ان احنا السنه دي كاول انتخابات سياسيه طالعه من الاحزاب، كانت من الحزب ده، وهو كان من البدايه ليه المبادرات، كان ليه مبادره وطنيه كبيره جدا سنه 33 في تاريخه، بدليل ان هو يعني كان في اغلب الرؤساء اللي طلعوا حكموا مصر كانوا من الحزب ده.
الوزراء او الوزراء اختاروها من جمعيه مصر الفتاه، يعني برضو ده كان ليه مبادراته في رئاسه الجمهوريه وفي الوزاره. دلوقتي يستحق ان هو يظهر على الساحه السياسيه، لان لازم يرجع يكون له مكانته، لازم يبقى فيه منه قيادات ظاهره، لازم يبقى ليه تواجد للوطن، لازم دكتوره يبقى صفاقن عايزين نعرف من حضرتك، هل الحزب هيبقى متمركز في العاصمه بس؟ لا. في العاصمه ولا لا في القاهره بعد اذن بس حضرتك، لا لا ولا هيبقى ليه فروع وتواجد على مستوى الجمهوريه سواء في المحافظات او في القرى؟ هو احنا بدايه بالفعل في اكثر من مرحله داخل القاهره، تمام، وفي عندنا في اسوان وبقيه المحافظات جاري دلوقتي انشاء فعلا مقرات خاصه بالحزب ليها تحت اداره الحزب، ولكن هم حذرين جدا في انشاء اي الحزب من غير ما يكون عليه رقابه كامله، لان تمام. زي ما قلت لحضرتك الدروبات اللي مر بيها الحزب على مدى السنين اللي فاتت تخليهم يبقوا حذرين في خطواتهم، لان لازم يبقى الحزب اللي يبقى المقر الموجود يبقى عليه رقابه، عليه اداره عاليه جدا، يقدروا يتحكموا في كل الناس الموجوده فيه ان هم يمشوا في الاطار المحدد للحزب والسياسه المحدده للحزب. تمام حضرتك. طب حضرتك يا دكتوره ممكن تقول لنا بس نبذه بس حضرتك كده مختصره عن رؤيه الحزب وتاسيسه وتاريخه، لان في ناس كتير اصلا ما عندهاش اي خلفيه عن الحزب. الحزب انشئ سنه 33، أيوة. وزي ما قلت لحضرتك هو في بدايه الامر كانت جمعيه سنه 29، وكان رئيس الحزب ايامها الاستاذ احمد حسين، واستاذ احمد حسين برضه هو اللي كان منشئ الجمعيه. وسنه 33 انشا معاه جريده اسمها الصرفه. وكانت أهداف الحزب متعددة، كلها خاصة بمصالح المواطن البسيط زي محاربة الاستعمار، الإقطاع، الرأسمالية المستقلة، ونظام الحكم الفاسد. وسنة 48 حولوا يعني النشاطات كلها اللي كانت بتقوم بها الجمعية والحزب رسميا لحزب سياسي، ما أصبحتش بقى جمعية وطنية، أصبح حزب سياسي سنة 48. معايا يا فندم؟ تمام يا دكتوره. طب حضرتك بعد اذن حضرتك، في اكتر من 104 حزب على الساحه السياسيه، حزب مصر الفتاه الجديد، ايه الرساله؟ ايه الرجاله؟ ايه الرساله او ايه الحاجه الجديده اللي ممكن يقدمها الحزب للمواطن المصري الجديد البسيط؟ جميع الاحزاب السياسيه الموجوده على الساحه دلوقتي هدفها الاول ان هي تبقى معاون أول لقيام سياسة الدولة وأهداف الدولة، وده طبعا الهدف الأول لحزب مصر الفتاة، إن هو إنه يبقى ضلع من الضلوع القائمة بمعاونة الدولة على الوصول لأهداف الحكومة. ده أول حاجة. تاني حاجة عندنا، ودي اللي أكثر توضيحا عندنا واللي أكثر تركيزا عند الحزب، المواطن البسيط. المواطن البسيط لو الحزب ما قدرش يجيب له الانتفاعات او ان هو يقدر ان يسنده في كل المجالات بتاعته، سواء اذا كان تعليم، سواء اذا كان صحه، سواء اذا كان حاله اجتماعيه، هصدقيني ما كانوش رجعوا تاني قاموا بالعمل السياسي ولا بداوا يعملوا انتخابات. بس العاطي الحاله الاجتماعيه للمواطن البسيط فعلا هي اللي خلت الحزب يبدا يرجع يمارس العمل السياسي تاني، لانه حابب يوصل صوت المواطن البسيط اللي ماشي في الشارع للمسؤول اللي في مكتبه، لسياده الرئيس. يعني اهم حاجه او اهم قضيه للحزب المواطن البسيط. دي اول اهتمامات. عندك اسئله؟ شكرا لمكالمتك دكتوره صفاء، سعدنا بمكالمتك النهارده، وبنعتذر لضيوفنا، وبناخد فاصل ونرجع تاني. شكرا دكتورة، ألف شكر. حضرتك طب دلوقتي عادي عادي عادي. هو دلوقتي بالنسبة للدكتور الأستاذ شعبان والأستاذ أسامة إبراهيم والأستاذ أسامة كامل، هم ما حضروش دلوقتي اللقاء، المفروض يبقى لهم لقاء تاني إن شاء الله، علشان هم دلوقتي عاملين في ظروف خاصة بيهم، حصلت لهم في الطريق. تمام. احنا بنعتذر لضيوفنا والله، استاذ احنا كان بجد استاذ اسامه كامل رئيس الحزب، استاذ شعبان ابو غنيمه الامين العام للحزب، استاذ شريف، والاستاذ شريف لطفي امين تنظيم الحزب، وبنعتذر لهم لحادث على الطريق معاهم النهارده.
وناخد فاصل ونرجع. ماشي فاصل ونقعد. ألف سلام حضرتكم وألف سلام عليكم وألف سلام أستاذ إشريف وتفضل معنا الأستاذ شعبان أبو غنيمة. أهلا بك أستاذ شعبان. أهلا بك أستاذ عزوز، نورتنا النهاردة في البرنامج. معلش بقى عشان وقت الحلقة خلص والظروف اللي حصلت لكم في الطريق. ألف سلام عليكم. إحنا كنا عايزين نعرف من حضرتكم النهاردة إيه رأي حضرتك وتقييمكم للفترة الحالية للدولة، وهل إحنا وصلنا دلوقتي للمستوى اللي يرضي الدولة فعلا إشباع القادة السياسيين للدولة، ولا لسه ما وصلناش للمستوى المطلوب من الدولة؟ لا أنا هبتدي من آخر السؤال. عشان وقت الحلقة بس معلش. إشباع الدولة، لا أنا شايف إن الرئيس طموح جدا وألف بداية حكمه إن مصر تبقى قد الدنيا، وأنا شايف إن هو ماشي في الطريق ده ومفيش حاجة موقفاه. وإن كل المشاكل الاقتصادية اللي قابلته الراجل قدر يعديها. الشعب كمان مستحمل معاه وشايف البونة، فمستحمل أكيد. شايف البونة في كل مكان. كل مكان بتمشي فيه تلاقي بونة. فالراجل بيبني فان شاء الله نوصل للي هو عايزه ويفرح بيه الدنيا كلها وتبقى مصر قد الدنيا. طب بعد اذن حضرتك برضه معلش يعني عايزين نبرر في حضرتك، هو دكتوره صفاء الوقت عرفتنا بالسؤال ده، بس عايز اعرف من حضرتك استاذ شعبان ايه في اكتر من 104 حزب على الساحه السياسيه، حزب مصر الفتاة الجديد، ايه الرساله وايه الحاجه الجديده اللي عايزين نعرف؟ يعني ايه حزب مصر الفتاة الجديد اللي قدم لمصر للمواطن المصري البسيط؟ يعني عايز اسمع حضرتك انت الكلام ده. حزب مصر الفتاة حزب انشئ في ثلاثينيات القرن الماضي، كان وقتها الانجليز بيحكم مصر والاحتلال وكده، وتم حله مع الاحزاب في 53 بعد ثوره يوليو المجيده، واعيد انشاؤه مره اخرى، ولذلك احنا بنقول حزب مصر الفتاة الجديد. حزب مصر الفتاة بيحمل افكار وهموم المواطن المصري، بنامل فيه في الميلاد الجديد ليه ان احنا باذن الله ننهض بيه ونوصل. احنا كان نفسنا نكمل بس معلش وقت البرنامج، واحنا بنشكر حضراتكم واحنا بنشكر حضراتكم والحمد لله على سلامتكم. السلام عليكم والحمد لله على سلامتكم وعلى سلامتكم حلقه ان شاء الله باذن الله تكون حلقه معانا، واحنا فعلا شرفنا بيكم بضيوفنا وبالمشاهدين، والف شكر والحمد لله والف سلامه. تمنى الأستاذ شريف ألف سلامة.